السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا من الصعب ان انت في ظل الظروف اللي بتحصل دي، بنتكلم عن كرة القدم، بنتكلم عن كرة القدم. ربنا يرفع عن الأمة كلها البلاء والغلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء. تعال نخش بقى على منتخب مصر. احنا ما عدناش حاسين بمنتخب مصر، مين يعني؟ اكتب لي في تعليق كده انت لو حاسس ان منتخب مصر موجود. يمكن احنا احساسنا بمنتخب مصر ككرة قدم يعني فقدناه يمكن من 2010. احساسك ب 2010 ان احنا بنتلف كجمهور وبنتابع المنتخب ومستنيين مباراة المنتخب، هيصعد هياخد بطولة، احساسنا كده ما تعرفش. هل ما عادش مقنع؟ انت بتشوف محمد صلاح مع ليفربول حاجة ومع المنتخب حاجة تالتة خالص. تريزيجيه تلاقيه ممكن يكون مقطع الدنيا بره، ولما يجي عندك ما تعرفش يعني، بتلاقيه تحس ان هم فاتحين دكانة بقالة، في تحرك لا ارادي داخل نص خط ملعب، ما اعرفش يعني. انا بقول مش عارف اقول الحاجة، لان هم مش عارفين يقدموا لنا حاجة. منتخب بيلعب مش عارف يقدم لك شكل ان انت تحس ان انت ايه بتتفرج ومستمتع، وفريقك قوي وهيقدم لك حاجة ايجابية انت مبسوط منها. فيتوريا ده يعني انا شايف ان هو جاي مصلحة، مصلحة. الموضوع كله في اتفاقية أو مصلحة حصلت معاهم مع اتحاد الكورة أو ناس من في اتحاد الكورة، فقالوا تعالى نعمل سبوبة. وأنا بيتهيألي كده إن فيتوريا ده المدير الفني المنتخب مصر يا جماعة يعني كان فاتح كشك بره، كان فاتح كشك، وتلاقيه مثلا بيقولوا سويسري ولا مش عارف ألماني ولا بتاع. أنا حاسس كده إن هو من يعني إيه، من ضواحي شبرا. هو شكله كده من ضواحي شبرا، بس معاه لغة وبيتكلم باللغة كويس قوي، فاتفقوا معاه وقالوا له تعالى إحنا هنعمل معاك بيزنس، فجابوه. ويعني احنا الربع وانت الربعين، وزي ما تمشي تمشي، وكل ما تعيش بناكلها سوا، ويلا ونتوكل على الله وحسبنا الله ونعم الوكيل. لان احنا مش متفرجين على منتخب مصر، احنا مش حاسين ان ده منتخب مصر اللي كانت مثلا بيمسك الفرق دي. مثلا كان زامبيا ولا بتاع بستة سبعة رايح جاي، يعني كان مثلا الفرق الكبيرة هي اللي بتتعارض مع منتخب مصر. كنا بنبص لمنتخب مصر هيوصل لكأس العالم ولا مش هيوصل. فدلوقتي انت بتقول لي تصفيات افريقيا، دلوقتي افريقيا كلها هتلعب في كاس الامم الافريقيه. انت الامم افريقيا كانت الاول 8 فرق، واحنا كنا من الثمانيه، وكنا اكتر فريق او منتخب مشارك في دوري او بطوله امم افريقيا لما كانت 8 فرق. فانت دلوقتي عاوز تقول لي لما هي بقت 24 فرق ان انت ما توصلش لامم افريقيا؟ ده انت توصلها من الشارع اللي جنبنا، ده انت تاخد طريق صالح سالم هتاخده عدل كده هتوصل. ده انت لو جبت مدرب ما بيفهمش اي حاجه، وانت في التصفيات طبيعي ان التصفيات هتبقى سهله، انت بتلاعب فرق على قدها مستويات ضعيفه جدا وبعيد عن منتخب مصر. اللي بقى منتخب مصر نفسه بعيد عن منتخب مصر، منتخب مصر يا جماعه بقى بعيد عن منتخب مصر بمراحل بسنين ضوئيه. فمش هو ده المنتخب اللي انا حاسه، رغم ان انت فيه نجوم، تحس ان فيه نجوم موجوده. يعني لما تقول لي محمد الشناوي حارس مرمى مأدي موسم كويس جدا مع النادي الاهلي، لما تقول لي فتوح وتقول لي محمد صلاح قيمه، مصطفى محمد على تريزيجيه على طارق حامد على فانت عندك لعيبه، لكن تحسهم مع منتخب مصر في تحرك لا ارادي، في عمليه مسالك بوليه بتتم داخل الملعب. فده مش الكوره اللي انت مستمتع بيها. في الاخر انت بتيجي تتكلم في الكوره، حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا ينجينا من كل شر من كل سوء. و ندعي لإخواننا، ندعي لنفسينا، ربنا ينجينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.